نعم عماد، نتواجد هنا في ملعب غلورا بونك تومو لحظات قبل انطلاق مباراة الفريق الوطني أمام منتخب إندونيسيا، المباراة الثالثة والحاسمة، مباراة كسب بطاقة التأهل للدور المقبل من هذه المنافسة، منافسات كأس العالم لفئة أقل من 17 سنة. لتقريبكم من أجواء هذه المباراة، الكل يتساءل عن التشكيل، عن الأسماء التي يراهن عليها سعيد شيبة في هذه المباراة، الأسماء التي سيلعب بها الناخب الوطني من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم. سعيد شيبة يدخل اليوم بتشكيل يضم طه بن غزيل، حمزة كوتون، شيخون الذي كان متألقا في المباراة السابقة لعب خط وسط نادي فرانكفورت الألماني، بالإضافة للمدافع الأوسط أيت بودلال، أنس العلوي، العساتي مع النير ومعالي لاعب اتحاد طنجة، الحموني، بختي وكتيبة. هذا هو التشكيل الرسمي للفريق الوطني في هذه المباراة أمام منتخب إندونيسيا. أعاد بعض العناصر التي لم تلعب المباراة الثانية أمام منتخب الإكوادور، يراهن على وجوه تابعناه في المباراة الأولى وعلى رأسها اللاعب معالي لاعب اتحاد طنجة الذي كان متألقا في الاختبار الأول أمام بنما. سعيد شيبة اليوم سيتبنى فكر هجومي، سيحاول فرض أسلوبه على منتخب إندونيسيا من أجل تحقيق الفوز، لأنه مسألة التأهل تتعلق مباشرة بتحقيق الفوز على حساب منتخب إندونيسيا الذي يلعب هذه المباراة على أرضه وأمام جمهوره. الجماهير الإندونيسية سيصل العدد لما يقارب 24,000 مناصرا، ربما العدد كان ممكن أن يكون أكبر، لكن تزامن هذه المباراة مع مباراة هامة للمنتخب الإندونيسي الأول في تصفية كأس العالم، يلعب في مدينة البصرة مع منتخب العراق. منتخب إندونيسيا سيلعب في حدود الساعة 9:30 3:30 بتوقيت المغرب أمام منتخب العراق، وبالتالي أعداد كبيرة من الجماهير الإندونيسية فضلت البقاء في بيوتها من أجل متابعة هذه المباراة. سعيد شيبة تحدثنا معه مع وصول بعثة الفريق الوطني إلى ملعب غلورا بونك تومو، يتحدث بثقة كبيرة على أنه حضر المجموعة بما فيه الكفاية. الفريق يمضي اليوم 15 والسادس عشر له هنا في سورابايا، يستأنس مع هذه الأجواء كل وضوح. الأجواء تتميز بنسب رطوبة عالية في هذه الأثناء، تصل لما يقارب ل 82% كنسبة رطوبة هنا في مدينة سورابايا، علما أن المباراة ستنطلق في حدود الساعة 7 مساء بتوقيت المحلي. العناصر الوطنية ستضع كل ذلك وراء ظهرها من أجل أن تلعب باقتصاد، من أجل تدبير المجهود عبر محطات هذه المباراة. في المباراة الأولى أمام بنما أو المباراة الثانية أمام الإكوادور أدينا بشكل جيد في الجولة الأولى، لكن كان تراجع مخيف على مستوى المردود البدني في الجولة الثانية. هذا ما انتبه له سعيد شيبة ووجه لاعبيه لكي تتم عملية تقسيم المجهود بين لحظات التسعين دقيقة. هذا لا ينفي ولا يقلل من رغبة اللاعبين في الضغط على منتخب إندونيسيا منذ البداية من أجل تسجيل أهداف تساعدهم على إضافة نقاط إضافية، على تحقيق الفوز، على الوصول للنقطة السادسة، النقطة السادسة التي تعني مباشرة التأهل للدور المقبل. نتمنى أيضا أن يسقط منتخب الإكوادور وأن يتعادل مع بنما لكي يحتل الفريق الوطني المركز الأول، ولكي يبقى مدة إضافية هنا في سورابايا. سيلعب المباراة المقبلة في حالة احتلاله للمركز الأول، سيلعب مباراة دورة 16 هنا في سورابايا في ملعب غلورا بونك تومو أمام أحد المنتخبات المحتلة للمركز الثالث في المجموعات الست، والتي ستتأهل بدورها للدور المقبل. معنوية في القمة، الأجواء ربما تبشر بالخير. على أي، نتمنى كل التوفيق للفريق الوطني في هذه المباراة لتجاوز منتخب إندونيسيا، وقد تكون هذه البداية الحقيقية له ولهذه المجموعة من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة في هذه المنافسة.